الا معكن يلا قوموا لنشوف. قوموا لنشوف شو بدها تضرب فينا بعد الحياة. قوموا على المواجهة، قوموا على التكسير، قوموا على الاكتشافات، قوموا لنشوف. ما بعرف إذا قوموا يا ما بعدكم سهرانين من امبارح، لأنه أنا عم لاحظ لما بطول السهرة على السوشيال ميديا بتطلع بلاقي هالناس الليل عندها نهار. يعني مثلا تكتب تويت، بتنزل ستوري، بتلاقي هالعالم كله عم بترد عليك، كأنه هيك انقلبت حياتنا. مع أنه مبارح بليلة حلم بهبة طوجي وأسامة الرحباني وإبراهيم معلوف بالفورم بيروت، ما بعرف إذا كتار منكم كانوا موجودين أو حضروها لايف على MTV، كانت روعة. وكنا كتير هيك طواقين ومشتاقين نطلع من جو العصبية والتعصب، وبي أقوى من بيك، وكتلتي أكبر من كتلتك، والصريخ والعيطة، وكل الأجواء اللي ما قبل وخلال وبعد الانتخابات، إنه هيك نروق. في مطرح بتقول هبة انه ضو الفلاشر تبع تليفوناتكم بغنية للمرأة، كل النساء هون لدعم المرأة، يعني كل النساء بالفورم يضووا الفلاشر، ورجال اللي بيدعموا النساء يضووا الفلاشر، يعني كل اللي موجودين حوالي 5000 شخص تقريبا كانوا. هيك طلعت لقيت انه كلهم ضوى، لفتني حدا وراي قال هلأ منضوي الفلاشر بس كيف نرجع على البيت منشرج التليفونات. طخ فكرة يعني بليلة حلم. يعني حتى هيدي كان في تعليق هيك سمعته انه بديش بتكون انت فوق محلق وطاير بالاغاني ومبسوط، حدا بيقول لك ايه منضوي الفلاشر بس كيف منشرج التليفون لما نرجع على البيت. ترجع تتذكر كل ما أسيك دفعة واحدة. بس كانت عن جد ليلة حلم وليلة روعة، وهيدا لبنان اللي بيشبهنا والحلو، وهيدا اللي بدنا إياه. ما بدنا أكتر من هيك. ما غنت بلشت هيك عم تحكي، قالت مش كل قصص الحلوة تخلص بنهايات سعيدة. ما بتذكر شو قالت. قالت انه في قصص يعني بتخلص هيك ببطلوا يلتقوا. فانا صرخت لها خلاص، صرت طلعوا فيي النجوة. شو صار لها اللي ما بيعرفوا الغنية حوالي، انه مش كلهم حافظين الاغاني. افتكروني عم صرخ عليها خلاص، غنت لي خلص. وطبعا كان يعني الاكثر شيء اكيد حضرته هيك، بس كان الاكثر شيء هو الاغاني الوطنيه اللي هيك لعلت الادرينالين والوطنيه والتحيه كانت لشهداء المرفأ اكيد، اللي وقفنا لهم وقفه هيك حرقة ووجع، وأهم شيء عدم نسيان لمأساتهم، خاصة وأنه الحقيقة بعدها مخباية بجواريرهم، بس رح نضلنا عم ننادي فيها ونفتش عليها ونصور كرمالها. وأحلى شيء غير الأغاني والموسيقى والمسرح ومشاركة النجوم، أغنية إليسا الجديدة من ألحان أسامة الرحباني بكرة بنسمع عرواء، والضيوف اللي كانوا على المسرح، وإبراهيم معلوف بيطير العقل اللي يعني عمل جو خرافي. أحلى شيء هي هبة شكلها على المسرح،
شو بدي بصوتها، صوتها يعني بقيموه الموسيقيين وأسامة وهيك، بس هي قديش حرة على المسرح، قديش حرة بإيديها بمشيتها بصوتها بكيف تتحرك. مش معقول مش معقول مش معقول، أحلى منظر بتشوفه مرة حرة. بعلبك ب 26 أيار مين مشارك؟ عم بيقولوا فنانين لبنانيين. إيه ما بعرف شي عن هالموضوع، شو في بعلبك؟ سوري ما بعرف، ما حدا قال لي، مش متابعة. بطل في هلا ميزانية لبعلبك، صار يجيبوا لبنانية ولا برافو؟ ضل طق قلبه ملحم بركات هو يقول جيبوا عبعلبك لبنانية. ضليتني ناطرة كل الوقت انه هاي الغنية، لأنه مش معقول مش معقول انه ما تغنيها يعني، وغنتها مع مشهدية روعة روعة روعة. العالم كله عم يسألنا انتو ولا كيف عايشين، ان انه هيدي بلدنا نحن العالم عودين. اول غنيتها الجديدة يعني ختمت فيها، بس على القليلة فن 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 فن، مش هول النايتات اللي بيخلصوا بقواس يعني وتكسير كراسي. طلعت لايف على فيسبوك، صرت شوف شوية تعليقات من الناس اللي برات لبنان، يعني شكلهم مثلا كانوا برات انه ما كانوا عم بيحضروا اللايف، بس انه اللايف التلفزيون يعني الام تي في، شو كانوا مبسوطين هيدا لبنان نحرم فيه ومدري شو، ولا اهضم ولا اطيب مع الدبكة وهيك دغري عملوا هيك نوستالجيا. هي اعلنت لجنة مهرجانات بعلبك استئناف نشاطات مهرجانات بعلبك الدولية لعام 2022 في بيان انه رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد. اوكي، دعت اللجنة إلى حضور المؤتمر الصحفي التي تعقده في حضور الفنانين اللبنانيين المشاركين في البرنامج عند الساعة 11:30 من قبل ظهر يوم الخميس ب 26 أيار الحالي في قلعة بعلبك. النقليات مؤمنة من بيروت، بين بيروت وبعلبك. يكونوا بعتين لي إيميل بس أنا ما شفته لأنه عادة بيبعتولي. يلا موفقين، الله يرحمك يا ملحم بركات، حقق حلمك. يلا قولوا الله بيدبرها بيفرجها، بتسكر بويب بيفتح ألف باب. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على طول، وتصفى ضلنا كل يوم نقرا 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 حتى تفتح لنا الأبواب اللي نحن اللي إيماننا ضعيف نعتقد إنها مسكرة، وإنما إذا ما فتحت من الدقة الأولى أو إذا تهيألنا إن ما فتحت، دغري منفقد الأمل، منقول مزعلنا أو ما عم برد علينا أو هيدي خطايانا واقفة على الباب متقلي علينا وما عم بتخلينا نفوت، رغم إنه رحمتك مفتوحة لخطايانا قبلنا حتى لو كانت قرمزية اللون. يا أب الرحمة، أكيد كل واحد منا عم تتسكر بواب كتير بوشه، بواب مادية معنوية إنسانية منوعة نظهر عهد تاني
بكتير مطارح، بطلت تشبهنا بشي. كل يوم منخسر شي، أوقات منخسر ناس، أوقات منخسر أشياء من حالنا، شقفة من حالنا، بعجقة هالدنيا ما منلحق نلمها. منخسر صداقات، رفقات، كأنه زمن الخزلان على كل المستويات. أغلبنا بيرجع عبيته بآخر النهار تعبان من الحياة نفسها، من أدائه إله بهالحياة. إذا كان كتير صادق ما إله مكان، إذا كان كتير متملق كمان بيلاقى حاله ما بيشبه حاله، كأنه صار بدا ناس تانيين هالدنيا ليقدروا ينجحوا ويوصلوا ويتقدموا، ونحن اللي مصرين نبقى نشبه حالنا ضايعين بهالدنيا بس العصا تبعنا والعكاز. انت بتخلينا نفلتن بولا لحظة، وما تخلي منطق هالشر يتغلب علينا ولا مرة، ومنطق النفاق لو ربح جولة ما يلبسنا، ونضلنا قادرين نصمت، مش لأنه نحن قوية وما بيخطر عبالنا أوقات نغير بالمسار، بس لأنه منستحي منك، تخجل منك، ولأنك هالقد قريب، ولأن هالقد مسكنا. وحدنا إذا وقعنا بتلمنا، وإذا شفتنا عم نضيع الدرب ترجع بتدلنا على الدرب الصحيح، وإذا لقيتنا عم نخسر مستحيل ما ترجع تربحنا بمكان تاني لو تركتنا نزعل ونعيش كل شي بهالدنيا خسارة، خزلان، فقدان، وجع، تغييرات على كل المستويات، فراغ، وحدة، قلة ثقة بالنفس أوقات، مزاجية، مرارة، كل المشاعر المتناقضة اللي منحسها طيلة هال24 ساعة المفتوحة على كل الاحتمالات. ما عنا شي، متكلين بس على رحمتك الواسعة وعلى عدالتك اللي قد ما طولت وقد ما المشاهد اللي عم نشوفها قدامنا منقول انه ما فيها عدل. في صوت جواتنا بيقول
كانت قاصص كل حدا، مش بس على الأفعال حتى على النوايا. نسألك أمتين، ما منعرف توقيت السماوات، بس منعرف ومأكدين إن جاية ورح تكون بيوم من الأيام ورح نشهد عليها. يا رب ضلك ماسك بإيدينا لما نضيع، لما نحبط، لما تكتر وتقسى علينا الأحزان، لما نتخنق كتير مع حالنا بين أفكارنا، لناخد الخيارات الصح، وإذا أخذنا الغلط نتحمل مسؤولياتها ونكمل لنسترجع إيماننا بحالنا كمان وثقتنا بحالنا، لأن على الأكيد إنك ما بتحب تشوفنا ضعاف. قوينا يا رب بطرح ما منضعف ومنسقط، حمينا يا رب بالوقت اللي بيكون عم بيحوم حولنا الشرير بالفكر وبالفعل، فاتحين لك بوابنا وقلوبنا تطلع هالقد قريب، عارفين انه نحن بقلبك، لو قد ما اختلفنا معك احيانا وزعلنا منك اوقات، نعرف انك ما رح تزعل منا، رح تضلك تعطينا فرص لو قد ما خيبنا لك امالك بكتير اوقات، ما بتزعل، بتضلك تعطي 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 بكرم ما له حدود، فرح القلوب الحزينة، ملي البيوت الفاضية، شفي مطرح الأمراض النفسية والجسدية، وبارك اليوم وكل منهم بحاجة لإلك. أمين. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على الطول وتصفى القلب.